سوريا كانت أفضل وجهة سياحية بجبالها وسهلة وبحرها، ولكن السؤال اللي بيهم كتار، هل سوريا اليوم آمنة وهل منقدر نزورها؟ جاي بالفري اليوتيوبر البريطاني خاض التجربة، زار سوريا ووثق مغامراته ونقلها عبر منصات التواصل. Just entered into the old city and right in front of me is the first mosque ever in Aleppo, built when Islam first came to Syria. Let's head inside. الصحفية الإيرلندية جانيت نيونهام كمان خاضت ذات التجربة وصورت رحلتها بسوريا. I see signs pointing to the cities of Homs, Hama and Aleppo. Names I was used to hearing on the 9 o'clock news. Cities I never thought I would have the opportunity to visit. سوريا دائما كانت من أهم البلدان السياحية بالعالم، واليوم عم ترجع من جديد لتفتح أبوابها. سوريا رجعت لمرحلة تعافي ومرحلة استعادة القلق اللي كانت عليه دائما. اشتغلنا كثير على موضوع افتتاح أسواق تراثية جديدة بيلاقيها السائح بدمشق القديمة، بحلب القديمة. أيضا الساحل السوري غني جدا مع مواقعه الطبيعية. وانتوا إذا زرتوا سوريا شاركونا تجربتكم،